السويد تستنفر في مواجهة تهديدات وشيكة. كريسترشون قلق عن بعد، ويومس هوف يصب الزيت على النار. فيروس أوفيا بوكاس. مبادرة اس اي موبلر ضد الغلاء. من استوكهولم نرحب بكم، معكم ليندا الجنابي. السويد تستنفر في مواجهة تهديدات إرهابية وشيكة، هذا ما بدا عليه حال البلاد اليوم. رئيس الوزراء أولف كريسترشون أعلن أن الحكومة كلفت 15 هيئة مختلفة بتعزيز قدرة السويد على منع وإعاقة الأعمال الإرهابية والتطرف العنيف، فيما قال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي إن المخاطر الأمنية تزداد خصوصاً من قبل متطرفين إسلاميين بعد أحداث حرق المصحف والصورة الخاطئة التي تم ترويجها حول دعم السويد لحرق الكتب المقدسة. رئيسة جهاز الأمن شارلوت فون إيسن تحدثت عن تضرر صورة السويد في العالم جراء الأزمة الأخيرة وتصويرها دولة معادية للإسلام. إيسن قالت إن السويد تحولت من هدف مشروع لدى المتطرفين إلى هدف ذي أولوية، ورغم أن جهاز الأمن أبقى مستوى الخطر الإرهابي عند الدرجة الثالثة، فإن رئيسة سابو أكدت أن مستوى الخطر قد يتغير بسرعة نتيجة التطورات الحالية، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لتهديدات من ثلاث جهات، هي الجريمة المنظمة والمتطرفين الإرهابيين ودول خارجية في مقدمتها روسيا والصين وإيران. سياسياً، شارك وزير الخارجية توبياس بيلستروم اليوم في اجتماع طارئ للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول أزمة حرق المصحف وما تقوم به الحكومة لتهدئة الوضع، وقال الوزير إنه يجري محادثات مع عدد كبير من الدول لشرح موقف السويد، معتبراً أن لا حل سريعاً للأزمة وأن العمل على حلها سيستمر فترة طويلة. فيما كانت الحكومة السويدية تحاول لملمة الأزمة والاستعداد لمواجهة وضع أمني خطير، صب القيادي في حزب أسديا ورئيس لجنة العدل في البرلمان ريكارد يومسهوف الزيت على النار، وأطلق تصريحات معادية للإسلام ومسيئة للرسول. فجأة خرج يومسهوف بشكل معاكس لكل توجيهات السويد ليعتبر أن الإسلام أيديولوجية عنيفة مناهضة للديمقراطية والمرأة، وليصف الرسول بأوصاف مسيئة بشكل واضح. يومسهوف كان يعلق بذلك على دعوة الجمعيات الإسلامية رئيس الحكومة أولف كريسترشون لحوار موسع حول أزمة حرق المصحف، فأراده حواراً حول الإسلام ومحاربة الإسلام السياسي. تغريدة القيادي في أسديا أثارت عدداً من ردود الفعل، حيث طالب حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بإقالته من رئاسة لجنة العدل البرلمانية. وقال المتحدث في قضايا السياسة الخارجية باسم الاشتراكيين مورغان يوهانسون إن هذا الخطاب من جانب أسديا هو الذي يسهم في جعل الوضع أكثر خطورة، فيما اعتبر رئيس حزب الوسط محرم ديميروك أن التصريحات تصب في صالح القوى المعادية للسويد. تصريحات يومسهوف ناقضت تصريحات أخرى صدرت اليوم عن النائب في البرلمان من أسديا آرون إيميليسون، قال فيها إنه يمكن انتقاد الإسلاموية مع إدانة حرق المصحف في الوقت نفسه، معتبراً أن من يحرق المصحف أحمق مفيد لمصالح بوتين. وفيما تتهم الحكومة جهات تقودها روسيا باستغلال حرق المصحف لإطلاق حملات مضللة ضد السويد، فإن تصريحات يومسهوف اليوم تثير التساؤل عن من هو الأحمق المفيد لمصالح بوتين. في مواجهة أزمة حرق المصحف أيضاً، أكد وزير العمل رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون أن الحكومة تراجع القوانين لدراسة منع حرق المصحف في البلاد. بيرشون أكد بعد اجتماع للحكومة اليوم أهمية مراجعة التشريع الموجود في ظل الوضع الجديد، معتبراً أن السويد تغيرت عن الوقت الذي أقرت فيه القوانين. الوزير قال بشكل واضح إننا أمام سويد جديدة، وكانت الحكومة أعلنت أنها تراجع قانون النظام العام لدراسة إمكانية حظر حرق المصحف بعدما خلفه من تداعيات، وبينما تدرس الشرطة طلبات جديدة لحرق المصحف أو تدنيسه الأسبوع المقبل. حذر رئيس الوزراء مما يمكن أن يحدث، معبرا عن قلقه الشديد إزاء ذلك،
كريستشن قال إن السويد ستواجه أياما خطيرة الأسبوع المقبل إن وافقت الشرطة على التصاريح، مشددا على أن الشرطة هي المعنية باتخاذ القرار وليس الحكومة. ورغم تصريح كريستشن تزايدت الانتقادات لغيابه عن الساحة الإعلامية رغم الأزمة، فبعد سؤال الصحفيين عنه في المؤتمرات الصحفية وجه الاشتراكيون الديمقراطيون اليوم انتقادات لاذعة لكيفية تعامل الحكومة مع الأزمة، معتبرين أن رئيس الوزراء يواجه الأزمة عبر إنستغرام وهو جالس على أرجوحة منزله. وبعيدا عن الحكومة ومناكفات السياسة، عبر السويديون في لقاءات للكومبيس عن رفضهم القاطع لحرق المصحف، واعتبروه عملا بشعا لا ينتمي للسويد ولا يعبر عن قيمها، مطالبين بحظره في أسرع وقت ممكن. Jag tycker det är väldigt allvarligt. Alla tror jag, eller de flesta är väldigt oroliga för vad som händer. Så själv är också orolig för allt som händer. Och jag tycker att det är fruktansvärt faktiskt. Det är verkligen en skämning och jag skäms hos svenska regeringens vägar att de inte är mer aktiva. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Skam på alla svenska politiker och systemet helt enkelt. Nej, men jag tycker nog att det är väldigt onödigt. Väldigt slöseri med allas både känslor och pengar. هيئة الصحة العامة تكشف عن ارتفاع كبير في حالة الإصابة بالبكتيريا العقدية في السويد، ما أدى إلى وفاة 5 أطفال دون سن 10 في الأشهر 7 الأولى من العام. وتعرف البكتيريا بالعربية باسم المكورات العقدية والعقديات، وهناك عدة أنواع منها، بعضها خطير على الصحة. هيئة الصحة سجلت منذ يناير الماضي 750 إصابة بعدوى المكورات العقدية الخطيرة، وهو ضعف الرقم المسجل خلال العام الماضي بأكمله. خبراء عزوا أسباب التزايد الحالي في أعداد الإصابة بالعدوى إلى سنوات جائحة كورونا التي شهدت انحساراً في اللقاءات الاجتماعية وعزلة الأفراد عن بعضهم، ما قلل المناعة ضد المرض. ولاحظ الخبراء زيادة واضحة بانتشار العدوى بين الأطفال، لكنهم أكدوا أنه مرض يصيب البالغين عادة بدرجة أكبر. أعراض العدوى تظهر بداية كالتهاب في الحلق يؤدي إلى حمى وقيح على اللوزتين، وتكون الإصابة بالعدوى مترافقة مع ظهور بقع حمراء على الجلد أو تقرحات تسبب ألماً في موضع الإصابة، وتنتقل العدوى من شخص لآخر عند العطس والسعال وكذلك عن طريق ملامسة الجلد المصاب، ويحتاج المصابون بالعدوى إلى رعاية فورية لعلاجهم بالمضادات الحيوية. موسم الصيف ينتهي قبل أن يبدأ في السويد، أيام من الدفء والشمس في يونيو تلاها طقس متقلب مع أمطار وغيوم في يوليو، بينما تتوقع الأرصاد الجوية امتداد الطقس الغائم نفسه حتى آخر أغسطس، الشهر الأخير من موسم الصيف السويدي القصير. التوقعات السابقة بصيف حار تغيرت تماماً، فموجة الحرارة الأوروبية لم تصل إلى السويد، وبات الخبراء يتوقعون استمرار الطقس المتقلب أبرد من المعتاد حتى نهاية أغسطس دون أن يستبعدوا تغير التوقعات أيضاً. في الأسبوع المقبل يستمر المنخفض الجوي بالسيطرة على الجو السويدي، مع توقعات بهطول أمطار مصحوبة بالرعد والبرق رغم إمكانية ظهور الشمس في بعض الأيام، وستكون درجات الحرارة معتدلة بين 20 و 24 درجة، في حين تشهد نورلاند شمال السويد درجات أكثر برودة. وكل صيف وأنتم بخير. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سي. إلى اللقاء. فيروس وفي أبوكاس مبادرة SA مابلر ضد الغلاء.